بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الرياضة. نسأل الله أن تكون حلقة مباركة موفقة إن شاء الله. بداية أرحب بالزميلة الأستاذة آية الروبي. أستاذة آية، أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا أستاذ مجدي، وأهلا بالسادة المشاهدين. نروح لكده خبر عاجل، الإدارة العليا رفضت الاستعجال في الحكم عن مرتضى منصور في العودة لنادي الزمالك. هشام ابراهيم نائب رئيس الزمالك قال ان كارتيرون يمتلك كل الصلاحيات لتشكيل الجهاز المعاون. كارتيرون في جلسه مع لاعبي نادي الزمالك حذرهم بلهجه شديده، وخصوصا الثنائي محمود جنش ومحمد ابو جبل. اما عن تفاصيل الاتفاق في عقد فرجاني ساسي وقع موسمين، كل موسم مقابل 2 مليون، يعني في الموسمين 4 مليون، بس في شرط. قال ان مش هيبقى في شرط جزائي في العقد بتاعه، يعني لما يجي له نادي كويس او في احتراف النادي يوافق على طول ويمشي بدون اي شرط جزائي. حسام غالي يعلن عن ترشحه لعضويه مجلس اداره النادي الاهلي في الانتخابات القادمه. نروح لنادي الاهلي تاني. محمد هاني تعرض لاصابه في الحاجب وعمل اجرى غرز تجميليه، واللاعب حاليا جاهز للمشاركه في مباراه فيتا كلوب. الجهاز الطبي للنادي الاهلي اطمأن على حاله السوليه وحاله طاهر محمد طاهر، وقال ان هم جاهزين للمشاركه في المباراه. المباراه هتتلعب بكره ان شاء الله على ملعب الشهداء على النجيل الصناعي الساعه 3 عصرا. خلاص الاخبار انتهت، الاخبار السريعه انتهت خلاص بسرعه. طبعا يؤسفنا خبر وفاه لاعب دوري الدرجه الرابعه اللاعب عبد الرحمن عاطف اثناء مباراه فريقه، بلع لسانه، ما لحقوش يسافوه الحقيقه. طبعا هي اعمار وامر الله نافذ لا محاله، ولكن بنتكلم على موضوع الاسعاف وسرعه الاسعاف. وبعد ما يحضروا لنا مداخله الكابتن وائل الجوهري عضو مجلس اداره. جاهزه المداخله معانا يا كابتن نور؟ كابتن وائل السلام عليكم. كابتن وائل الجوهري عضو مجلس، لا انا عايز كابتن وائل الجوهري عضو مجلس اداره نادي القنيات الى ان تجهز المداخله معانا. الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن الست اللي اتبرعت بحلقها لصالح اللاعب فرجاني الساسي. الامر ملوش علاقه خالص لا باهلي ولا بزمالك ولا باسم اللاعب ولا بشخصيه الست ولا باي حاجه. احنا بنتكلم على المبدا عموما، والمبدا برضه ينطبق على رجال الاعمال اللي بيتبرعوا بالملايين عشان خاطر اعضاء عشان خاطر الاجهزه الفنيه او غيره. فطبعا كل انسان حر يعمل اللي هو عايزه، ولكن احنا بنقول من باب النصح ومن باب التذكير ان المال يا جماعه دي حاجه هنتحاسب عنها. الحاجه الوحيده اللي بتحاسب عنها مرتين، مره في فيما انفقته مما اكتسبته وفيما انفقته. فالامر ملوش علاقه خالص لا باهلي ولا بزمالك. ولو الامر ده حصل في النادي الاهلي برضه هنتكلم وهنقول احنا بنتكلم على مبدا عموما ملناش علاقه خالص لا باهلي ولا بزمالك. المداخله جاهزه معانا يا جماعه؟ ماشي. تفتكر ان التبرعات دي هي السبب في ان ساسي يجدد؟ والله حتى ولو احنا بنقول اللاعب اللي المفروض هو ده شيء كويس ليه ان هو حس ان هو مرغوب من الجماهير، ولكن بنقول مش دي الطريقه ان النادي كبير زي نادي الزمالك يتكلم فيها ويتعامل فيها. و تعالى نتكلم برضو في النساسي، ما قدمش حاجه لنادي الزمالك من ساعه ما جه، يعني ولا في بطولات ولا في حاجه علشان يتمسك باللاعب ده قوي، يعني مش هو بس اللي في القاره يعني عشان يتمسك بيه بالطريقه دي. هو الكلام ده في الوقت ده بعد تجديد عقده، ما ينفعش نقول كده، لان احنا عايزين نديله دافع بانه يبذل اقصى ما في وسعه، لان حتى لو ما كانش يحقق حاجه فممكن في الفتره الجايه ان شاء الله يحقق مع نادي الزمالك ونشوف نادي الزمالك تاني على القمه، وتشوفوا احد اقطاب الكره المصريه والكره الافريقيه والكره العربيه. طيب لو كابتن وائل مش جاهز معانا يا جماعه هاتوا لنا الدكتور، مفيش مشكله. مباراة النادي الاهلي وفيتا كلوب بكره. انا سمعت ان مباراة النادي الاهلي وفيتا كلوب، سمعت ان المدير الفني هناك غضبان من النادي الاهلي انه اختار له توقيت ما هوش عاجبه ومش مناسب ليه، وبيقول ان هم رشوا الملعب كمان قبل المباراة. فبناء عليه هو فرح قوي لما الاتحاد الافريقي قال له اختار الوقت اللي يناسبك، فاختار الوقت الساعه 3 عصرا، وبيقول يا ريت يكون اليوم ده يكون حر ويكون شديد الحراره عشان خاطر ايه عايز يعاقب لعيبه الاهلي. ما اعرفش ان لعيبه الاهلي واخدين على كده. طيب ما همش اجواء. معانا الكابتن وائل الجوهري عضو مجلس اداره نادي القنيات. كابتن وائل اهلا وسهلا بيك. حضرتك اهلا وسهلا بيك يا كابتن وائل.
تشرفنا بحضرتك يا استاذ مجدي. طبعا يؤسفنا خبر وفاه اللاعب الزميل ليكم كابتن عبد الرحمن عاطف، كلمنا عن الواقعه يا كابتن وائل. شكر الله تعالىكم اولا وشكر الله. الصوت فصل يا جماعه، الصوت مريت مصر كلها. نعم اتفضل كابتن. والله حضرتك احنا احنا بدانا المباراه وجي هو كان بديل بره، وبعدين صلى بينا العصر جماعه بين الشوطين، وطلب منه المدير الفني الكابتن محمد رمضان انه يكون بالتدخين عشان هيبقى تغيير في بدايه الشوط الثاني. في اول دقيقه من او خمس دقائق من الشوط الثاني في حصل تصادم كده يعني غير مقصود، وبعدين وقع على الارض وقام وقع مره ثانيه، ودخل نزل على طول المسعفين علشان ان هم يحاولوا ينقذوه او يحاولوا يطلعوا لسانه اللي هو قام ببلع لسانه، وبعدين خدوه على المستشفى. الموضوع ده كله ما خدش 10 دقائق وقضاء ربنا بقى. مسعفين يعني كان في اسعاف ولا مسعفين من الملعب مثلا اللعيبه؟ لا حد من... كان في اسعاف بصراحه عشان نبقى منطقيين، لان الحكم ما بيقبلش ان هو يلعب الا لما يكون في اسعاف. كان في عربيه اسعاف يعني. الاتحاد المصري ومنطقه الشرقيه ما ينفعش اي حكم يلعب لما يكون الاسعاف موجوده اولا، علشان تبقى النتيجه 3-0 للفرقه الثانيه على طول. كان في اسعاف؟ الاسعاف موجود والمسعفين كانوا موجودين. كان في طبيب في عربيه الاسعاف؟ لا 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 بصراحه هم اثنين مسعفين بس. هو ده اللي احنا بنطالب وبنناشد بيه، ان حضرتك عربيه الاسعاف كانت ثمنها الاول 300 جنيه، يوم غلوها هيئه الاسعاف ل 750 جنيه، فما فيش حاجه يعني ان يبقى فيه دكتور لو امتياز هم بياخدوا 750 جنيه في الساعه ونص بتاعه المباراه، فما فيش حاجه لو المسعف لو المسعفين لو عربيه الاسعاف تاخد 500 جنيه والدكتور ياخد الامتياز 250 جنيه في الساعه ونص دي. والا يبقى كده يعني هي عربيه الاسعاف عباره عن ان هي بتنقل بس زي تاكسي ولا بتعمل حاجه. كنا جبنا توك توك احسن من كده بقى يا كابتن وائل. ما هو اصلها يبقى عباره عن عمليه نقل، يبقى نوفر. احنا بنقول مشكورين الاتحاد المصري والمنطقه بتاعتنا كله مشدد ومحدش بيلعب الا لما نكون مشددين كتر خيرهم، بس احنا اللوم هنا على هيئه الاسعاف، ان انت النهارده بتاخد مني 750 جنيه في المباراه ساعة ونص، يبقى المفروض توفر الدكتور امتياز على الأقل. أيوة طالما فيش طبيب يبقى ملهاش لازمة الإسعاف. لأن خلينا منصفين، كل واحد يقول لك إيه هو ما كانش الفرقة فيها طبيب. هو النهاردة فرقة القسم الرابع بتقدر تدفع النهاردة راتب الجهاز الفني عم تدفع راتب دكتور، ولا كلها اجتهادات ذاتية، المراكز الشباب وفرقة القسم الرابع كلها جهود ذاتيه. يعني انتوا بتدفعوا تكاليف حكام وبتدفعوا لعربيه الاسعاف وبتدفعوا طبعا وايجار ملاعب كمان. المباراه النهارده على ارضي بتكلفني 3000 جنيه بدل غدا وحكام واسعاف. عوده لان صاحب الارض هو اللي بيدفع الحاجات دي. عوده للمتوفي يا كابتن وائل، انت كنت بتقول ان هو حاضر معاكم وصلى بيكم العصر قبل الظهر. والله صلى بينا العصر يا جماعه، شهاده حق اتحسب عليها يوم الدين. الله يرحمه الله يرحمه، نسال الله ان يكون من يعتبره من الشهداء. كابتن وائل الجهري بنشكرك شكرا جزيلا. معانا الدكتور عبد الرحمن بسيوني، دكتور الاصابات الرياضيه والتاهيل البدني بجامعه مدينه السادات. دكتور عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا بحاج اسمك. سريعا سريعا اهلا وسهلا بيك يا دكتور. سريعا كده يا دكتور، عايزين نتكلم على بلع اللسان. تمام، هو اسمك دي حضرتك بلع اللسان، انا عايز اوضح ان هو مصطلح شائع، لكن اسمح لي اقول ان هو تعبير خاطئ، لان اللسان لا يبلع بمفهوم البلع، لكن اللسان ده بيعتبر عضله، وبالمناسبه هو العضله الوحيده في جسم الانسان اللي ليها اورجن وما لهاش انسيرشن، يعني عضله ليها منشا وما لهاش التزام. بالاضافه كده ان الجزء الخلفي للسان هو الجزء الاكبر حجما ووزنا عن مقدمه اللسان، وده اللي بيحصل حضرتك اثناء السقوط او اثناء الاصطدام او اثناء الاسباب اللي هوضحها لحضرتك دلوقتي، بيحصل نتيجته اختناق، نتيجه ان اللسان ده بيرجع او بيحصل سقوط للسان او ارتخاء فبيسد ويقفل مجرى التنفس. تمام؟ لكن حضرتك اكثر الاسباب شيوعا اللي بتسبب الموضوع ده ضربات الراس او ارتجاج الدماغ، ودي بتسبب خلل في وظيفه الدماغ وزياده في التحفيز وزياده في التحفيزات الكهربيه واختلاجات عصبيه بينتج عنها سقوط اللسان.
قد يحدث برضو سقوط اللسان نتيجه قصور في الدوره الدمويه او ارتجاف وزين لعضله القلب. برضو من الاسباب اللي ممكن تسببه ان انا عندي ممكن الصوديوم والبوتاسيوم يحصل فيهم خلل في الجسم فينتج عنه سقوط في اللسان. احنا كنا فاكرين يا دكتور، الاكثر كنا فاكرين يا دكتور ان مجرد ما يقع بس او يصطدم بالارض بس يتم بلع اللسان او يتم سقوط اللسان في الحلق، انما حضرتك بتقول في قصور في الدوره الدمويه. احيانا بيحصل سقوط الدوره لما يحصل سقوط في الدوره الدمويه، ده احد الاسباب اللي ممكن تسبب سقوط اللسان، لان حضرتك اللسان بيحصل سقوط للسان او ما يسمى ببلع اللسان لما اللاعب بيحصل له اي حاجه تؤدي الى فقدان الوعي. يعني اللاعب هو طالع في الهواء يضرب الكره في الراس، ياخد خبطه في الراس، او هو بيقع ينزل على دماغه فيحصل فقدان الوعي، فاللسان يروح الجزء زي ما قلت لحضرتك الجزء الاكبر حجما ووزنا هو مؤخره اللسان، فاللسان بيروح الجزء بي 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 بينزل في مجرى التنفس ويقفل مجرى التنفس ويسبب صعوبه او اختناق، وده اللي ممكن يؤدي للوفاه. طب في اللحظه دي يا دكتور ايه اللي ممكن نعمله، الاسعافات اللي ممكن نعملها في اللحظه دي عشان ننقذ اللاعب؟ حضرتك الاسعافات او هي مجموعه من الخطوات بسيطه جدا ممكن نعملها عشان نسعف اللاعب. اول حاجه لازم ارجع الراس لاقصى مدى ممكن للخلف عشان افتح مجرى التنفس. لما اخلي الراس للخلف والدقن في اعلى مستوى، هنا مجرى التنفس في اقصى درجات اتساعه، فمجرى التنفس مفتوح ودي اهم خطوه. بعد كده يجب ان انا افتح الفك، افتح الفم عن طريق دفع الفك السفلي فاشده الاسفل مع ابقاء الراس للخلف في اقصى درجه زي ما عملنا في المرحله الاولى. تمام؟ ده من خلال تثبيت الجبهه. بعد المرحله دي بيجي دور ان انا اسحب اللسان، وبيتم سحب اللسان عن طريق ان انا بعمل اصبعين للسبابه والابهام بخليهم على شكل قطاف، ويفضل هنا استخدم منديل او قطعه شاش عشان امنع انزلاق اللسان، لان طبعا اللعاب هيسبب ان اللسان هينزلق مني، لكن لما امسكه امسك اللسان بالسبابه والابهام على شكل خطاف ومعايا منديل او قطعه شاش، ده هيمنع انزلاق اللسان. كده انا كتير من الحالات بالخطوتين دول اقدر اسعف الحاله واحافظ على اللاعب وما يحصلوش اي مضاعفات. ودي مش محتاجه بعد كده يا دكتور عبد الرحمن، دي مش محتاجه متخصص او مش محتاجه طبيب قوي، لكن محتاجه ان يكون اللعيبه او الاجهزه الفنيه عندهم درايه ووعي بالامر ده. دكتور عبد الرحمن الكلام معاك مثمر ومفيد، ان شاء الله المرحله اللي جايه تكون ضيفي في احدى الحلقات ونتكلم عن الامور التوعويه للعيبه كره القدم او الرياضيين عموما. دكتور عبد الرحمن بسيوني بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذ، اهلا بحضرتك وكل متابعينك الكرام. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. معانا مثال يحتذى به في الرياضة من النضال والكفاح في دوري المظاليم، هو عنوان حلقتنا النهاردة مظاليم كرة القدم واللي بيحصل في الدوريات المظاليم. كابتن عبد الرحمن مجدي هنخرج لفاصل ونستقبله ونعرف ايه قصته، فابقوا معنا.